صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا ليلة زينب هذه الليلة، يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ويأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فما ذا القعود وما عهدي تقض على الأقذى أجفانا؟ ويل الفرات أباد الله غامره، ورد وارده بالرغم لهفا. ما شاء الله، يا لم يطفي حر غليل السبط بارده، حتى قضى في سبيل الله عطشانا. لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ. أقولها، ويذبح ابن رسول الله
خرجت الحوراء زينب إلى أخي أبي عبد الله، وضعت خدها على صدر الحسين. هذه الليلة زينب قد اشتاق قلبها لأبي عبد الله، وضعت خدها على صدر الحسين. خويا وصدره يا الماين شال شي لنه، اخويا وصدره اخوي مرض رضى ضلوعه، وصدره يا اخوي مرض رضى ضلوعه، وصدره منه الجاب كافوره، وسدره ومن غسل غريب الغضري. انا بيداي وضعوا زينب على الناقه، بيداي حادي لا تسج بالضعن عليك يا بك الحاديها. انا بيداي دليل الفقد بالسجاد، بيداي ريض خل غسل حسين وياها ويا زينبها. انا ريض خل غسل حسين بيدي ودفن لا يضل جسم رمي، والله ودفن لا يضل. يا ما شاء الله يا الجسم رمي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا وشفاء مرضانا. عطر المجلس وأفاهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني جزاكم الله خير في سورة البقرة آية 37. الآية الكريمة تتكلم عن آدم عليه السلام وعما حدث لآدم عليه السلام. ونحن نعلم على أن آدم أولا ما وضع في الجنة، وبعد تركه الأولى اللي راح نشرحها إن شاء الله أخرجوه من الجنة، طلعوه من الجنة. السؤال الأول، أولا أي جنة كان فيها آدم؟ يا جنة، إحنا كم جنة عندنا؟ عندنا ثلاث جنان. عندنا جنة في الدنيا، جنة في الدنيا، هاي الجنة في الدنيا معروفة بعد مولانا. الجنة تعرف شنو؟ الجنة أي مكان فيه ثمار وأشجار وأنهار يسمونها شنو؟ جنة. زين، فالمكان البساتين الجميلة وكذا وبها ماي وبها ثمر وبها كذا يسمونها جنة. فعندنا جنة وين؟ بالدنيا. وعندنا جنة في البرزخ. الجنة في البرزخ وين مولانا؟ هذا إذا عندنا واحد مات وين يخلونه؟ يخلونه بالقبر. هذا القبر شو يسمونه؟ يسمونه عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا عالم البرزخ إخواني، بيه جنة وبيه نار، بيه جنة وبيه نار. طبعا نزلوا له منكر ونكير، يسألونه من ربك، من نبيك، دينك، كتابك، أئمتك، قبلتك، يسألونه عن هاي الأمور. إذا أجاب أو ما أجاب، بس على النوعين، يفتحوا له باب من رأسه وباب من رجليه. إذا ما أجاب على الأسئلة والعياذ بالله تخرج يد من الرجل، الدفعة، الدفعة يسقط عليه من؟ على الرأس. ها؟ وين؟ في نار تسمى نار البرزخ، مو ذيك النار،
هاي نار البرزخ. ولهذا القرآن شو يقول؟ يقول فأمه هاوية، يعني شنو مولانا؟ يسقط على أمه رأسه هيك يطيح بالمقلوب على قول تمه يتشفي زين يطيح هيك. هذا إذا ما أجاب، لكن إذا أجاب على الأسئلة اليد الدفعة منين؟ من الرأس. الدفعة من الرأس يطيح على من؟ على رجليه في جنة تسمى جنة البرزخ. واضح مولانا؟ زين، كم جنة صار؟ اثنين، جنة في الدنيا وجنة في البرزخ. عندنا جنة ثالثة وهي جنة الآخرة. جنة الآخرة التي يعبر عنها القرآن عرضها السماوات والأرض. مولاي ذيك الجنة التي في الآخرة. زين، آدم عليه السلام في أي جنة كان؟ في جنة الدنيا أو جنة البرزخ أو جنة الآخرة؟ شو نقول مولانا؟ نقول من المؤكد 100% ليس في جنة الآخرة. 100% ليس في جنة الآخرة. ليش ليس في جنة الآخرة؟ إنما هو في جنة تسمى جنة الدنيا. الإمام الصادق يقول سلام الله عليه في جنة تسمى جنة الدنيا. هاي جنة الدنيا وين صايرة؟ في أي بقعة من الأرض؟ في أي بقعة من السماء؟ في أي مكان؟ إحنا ما ندري، بس نعلم أنها في عالم الدنيا. والإمام الصادق يقول في جنة الدنيا ولم يكن في تلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض. طبعا جنة البرزخ ما يصير، لأن البرزخ برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. جنة البرزخ جنة الآخرة ليش ما يصير؟ أولا جنة الآخرة محرمة على إبليس الشيطان. جنة الآخرة شنو؟ محرم عليه. شلون دخل وما سجد لآدم؟ شلون دخل إلى آدم وحكى ويا آدم وأغرى آدم وآدم أكل من الشجرة؟ واضح مولاي شنو صار؟ فإذا دخول إبليس في تلك الجنة شنو؟ مستحيل. هذا واحد. اثنين، الثاني كل ما في تلك الجنة فهو حلال. شو تريد؟ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ها؟ يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. ماكو ثمر من الأثمار بها مقطوع أو ممنوع، لا أكل اللي تريده. لكن هنا شنو مولانا؟ منع آدم لولا بهاي الجنة؟ منع عن شجرة. إذا شنو مولانا؟ مو ذيك الجنة. هاي الدليل الثاني. الدليل الأول إبليس ما يدخل بها ودخل، إذا مو ذيك الجنة. الدليل الثاني كل ما في تلك الجنة شنو؟ حلال. هاي الدليل. الدليل الثالث تلك الجنة اللي يدخل بها هم فيها خالدون. خلاص اللي يدخل تلك الجنة بعد طلع من عندها ما يطلع. لكن إن آدم طلعوا ولا ما طلعوا؟ طلعوا. ها؟ إذا طلعوا آدم إذا مو في تلك الجنة، إذا جنة ثانية. ها؟ وين هاي الجنة؟ الجنة جنة الدنيا. لكن وينها في الدنيا؟ الدنيا مو القاع، لا الدنيا سماء وأرض وهاي كلها تسمى دنيا. زين، لكن وينها؟ الله العالم. إحنا بس حسب الرواية عن الإمام الصادق في جنة تسمى جنة الدنيا وهذه. زين، الله وضعهم في الجنة قال له عندك شجرة لا تأكل منها أفضل، مو محرم، أفضل لا تأكل، مو محرم، أفضل لا تأكل. آدم لما أكل لم يعمل حرام، إنما ترك الأولى. يعني مثلا الآن الشرع يقول لك هذا الخمر حرام، هذا الخمر حرام، لا تشرب خمر. زين، يجي واحد يشرب خمر، شو مسوي؟ حرام، صح ولا لا؟ مرة لا، أنا بي ضغط مثلا، إذا بي ضغط شو يقول للطبيب؟ يقول لي الأفضل أن لا تأكل ملح، الأفضل تترك الملح، صح ولا لا؟ أنا أجيت كليت ملح، ورحمة سويت عملية حرام؟ ما سويت عمل حرام. ذاك النهي عن الخمر يسمونه نهي مولوي. النهي عن الخمر نهي مولوي، واللي يخالف هذا النهي مسوي حرام. بس النهي الثاني مثل الطبيب كمان هاني عن الملح يسمونه النهي الإرشادي. ها؟ أنا خالفته ما سويت حرام. ها؟ زين، لما الله قال للآدم لا تأكل من الشجرة ليس نهيا مولويا، كان نهيا إرشاديا، أفضل لا تأكل. ها؟ اجى آدم عليه السلام من دخل بالجنة كل شيء حلال عليه، هذه الأفضل لا تأكل منها. فوسوس إليه الشيطان، ايش قال له؟
قال له أغراء، قال له أتعلم يا آدم لماذا منعك رب العزة والجلال من أكل هذه الشجرة؟ أساي شجرة شنو كانت؟ البعض يقول الحنطة، والبعض يقول التفاح، والبعض يقول التمر، والبعض يقول أكو واحد يقول أصلا شجرة الحسد، حسد أصلا هي حسد من باب الحسد، هذا من باب التأويل لا تفسير. الشاهد فقال له أتعلم لماذا منعك الله؟ قال له لماذا؟ قال له لأنك إذا أكلت منها تتقرب إلى الله أكثر زلفا. زين، سؤال الأول، ليش آدم صدق بإبليس؟ صدق له ما صدق؟ صدق كلا له ما كلا؟ ليش صدق بإبليس؟ ما يدري بيه كذاب يعني؟ ها؟ شو نقول؟ نقول مولانا آدم قبل إبليس لم يسمع كذبة واحدة، كل ما رآه وشنو كان الصدق؟ ها؟ رأى الملائكة، رأى هذه الملائكة المقربة، فحس على أن إبليس هم من لأن ما سامع كذب يعني أسام، فلما كذب عليه صدق بكلامه، أحس على أنه صادق، أكل من الشجرة هو مع حواء، لما أكل من الشجرة طلعوا من الجنة، طلعوا من الجنة لتركه الأولى، مو حرام ترك أولى. هسا عرفتوا ترك الأولى شنو؟ ترك الأولى مثل النهي المولوي والنهي الإرشادي، واضح حبيبي؟ يسمونه الذنب النسبي. الذنب النسبي يعني شنو مولانا؟ يعني مثلا الذنب النسبي، اسمع هذه مولانا، الآن أنت الآن ابني دلقار تأخذ لك صندويشة وتأكلها بالشارع، أنت عمك واحد يباوع عليك؟ ما حد يغلط بك، أكل صندويشتين ثلاثة أربعة ما حد يقول لك ليش، صح ولا لا؟ بس احسب انا كاس سندويشتي بالشارع واكله، الناس تباوع ولا ما تباوع؟ ايش خير هذا الشيخ هو عمان انت قاعد تاكل سندويش بالشارع مو عيب؟ انا مسوي حرام؟ انا ما مسوي حرام، انا حرام جوعان وكليت خلاص ما مسوي حرام، بس هذا شيء يسمونه؟ يسمونه الذنب النسبي، يعني بالنسبه لي كانه شنو؟ كانه حرام، يعني مو بصالحك، مو بشخصيتك. ها الان شوف لك مثلا مرجع من المراجع مثلا ياكل شيء بالشارع، ها انت تقول عجيب هذا، شلون هذا عجيب يعني؟ هو ما سوى حرام الرجال، يسمونه ذنب نسبي، ها مو ذنب بس بالنسبه لي كانه ذنب، مو معصيه بس كانه ذنب. اعطيك بعد مثال، الصدقه بيها ثواب واجر لولا؟ بيها ثواب. عافيه، واحد عنده 100 دينار، اللي عنده والما عندك عنده 100 دينار، يطبع عليه فقير يقول له ساعدني، يشيل له من 100 دينار يشيل له دينار ينطي له، الناس يقولوا له هذا؟ يقولوا له أحسنت، بارك الله فيك على هاي الصدقة. زين، يجي هذا الفقير لواحد يملك ملايين الدنانير، البطن هيك ما شاء الله وقاعد وكذا هو معدل وهذه، زين يقول له ساعدني، يشيل له دينار وينطي، وما سوى حرام؟ صدق ولا مو صدق؟ وما سوى حرام الرجال، أنطى دينار. زين، بس الناس تعتب عليه ولا ما تعتب عليه؟ انت ايش كبرك وايش طولك وانت وكذا وهذا وفلوسك والملايين تملك انت دينار. زين، الرجال ما سوى حرام لكن بالنسبه له كانه حرام، يقول له شفت الشيخ ما تخجل انت، ها هذا شيء يسمونه الذنب النسبي. الله سبحانه وتعالى نهى ادم عن اكل الشجره، بس مو نهيا مولويا، نهيا ارشاديا، واحد أو ثانيا لما أكل من الشجرة بالنسبة لآدم كأنه ذنب لكنه ليس بذنب، ترك الأولى، الأولى أن ما يأكل لكن أكل. ها حبيبي، إذا ما مسوي معصية، الله هم طلع أخرج آدم عليه السلام عن الجنة، طلع آدم نزل في منطقة في الأرض يقال الهند ويقال غير ذلك، والحواء أيضا نزلت، زين البعض يقولون على مروة، ولهذا لأن نزلت المرأة عليه سميت مروة، والبعض يقولون في جدة، والبعض يقولون في عدة أماكن على أم الحجاز يعني. زين، فالتقيا في موضع في مكان، زين واحد عرف الثاني على جبل يسمى عرفات، هي صاعدة في مكة، هي صاعدة من بعيد رأته وهو رآها، عرفته وعرفها، فسموها جبل عرفات. التقيا، طبعا هذا سبب من أسباب عرفات، ولا أكو بعد
اسماء اخر لعله تسميته، اكو بعد اسباب لكن لين يختص موضوعنا قاعد اتسلسل بالموضوع. ها التقوا، بكى ادم عليه السلام ايام وايام ايام وايام وسنوات لانه اخرجوه من الجنه. ايش صار مولاي؟ نزل اليه وعليه جبرائيل، علمه كلمات، علمه كلمات، الله بسبب هذه الكلمات تاب عليه. القرآن يقول فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات شنو هو؟ هنا جرجرة بعد كلمة نجر صفحة. ها الكلمات اللي آدم توسل بها إلى الله وتاب الله عليه، شنو هذه الكلمات؟ احنا نقول شيء وهم يقولون شيء، واحنا ايضا نختلف في بعض الامور وهم يختلفون في بعض الامور. شنو هاي الكلمات مولاي؟ الكلمات اولا ثلاث اراء اعطيك. الراي الاول قال الكلمات مذكوره في سوره الاعراف، نعم ايه 23، ايه في سوره الاعراف ايه 23 هي الكلمات التي ذكرها الله في سوره البقره ايه 37. شنو الكلمات؟ هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربنا يا قال عفية، قال مثنى عفية شاطر آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات رددها آدم في كل يوم، كان يردد هذه الكلمات إلى أن تاب الله عليه. هذه الكلمات في سورة الأعراف آية 23، هذا الرأي الأول عندنا وعدهم. الرأي الثاني، الرأي الثاني قال لا مو هذه الآية، أكو كلمات ثانية. شنو هذه الكلمات؟ هم إحنا نأيدها هم يأيدون الثانية. شنو مولاي الكلمات هذه؟ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه الكلمات اللي أنزلها جبرائيل على آدم، الرأي الأول والرأي الثاني، اثنين منهم صحيحة. أكو رأي ثالث، أكو رأي ثالث إحنا نقبله، إحنا نقبله قاطبة الشيعة، وهم مذكور بالكتب لكن ما يقبلونه. إيه مو هاي أبو هاي الدوخة هنا هي، زين الدوخة هنا تحكي ليش تحكي؟ هو موجود لا ما يصير تحكي زين، هو الله يقول ما يصير لا تحكي زين. فهذا مولانا موجود عندنا وعندهم، احنا نقبل عندهم موجود في كتب معطيك المصادر زين، بس ما يقبلون. خلي يقبلون بعد راجع لهم مولاي. شنو هذا الاسماء؟ الاسماء علمه جبرائيل لرسول الله، قال يا ادم لآدم عليه السلام، قال يا ادم قل يا محمود بحق محمد. ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. بمجرد أن دعا الله غفر له زلته. صل على محمد وآل محمد. هاي من عندكم أنتم الروافض؟ هاي هاي من عندكم انتم؟ عندكم انتم هواي تجيبون حكي كله علي وحسن وحسين وفاطمه. لا مو من عندنا، مو من عندنا مولانا. الروايه اللي ذكرتها لك في كتاب دلائل النبوه للبيهقي سنة الوشيعي هاي كلها لهم. دلائل النبوه للبيهقي، مسند ابن عساكر، الدر المنثور للسيوطي جلال الدين السيوطي في تفسير الايه فتلقى ادم من ربه، معارج النبوة للكاشفي، ينابيع المودة للعلامة القندوزي، كتاب المناقب لابن المغازلي، كتاب الخصائص العلوية للنطنزي. ها
هذه كلها منهم مذكورة فيها الرواية التي ذكرتها لك، أن الله سبحانه وتعالى على يد جبرائيل أنزل لآدم الكلمات. الكلمة شنو؟ أسماء الطاهرة المطهرة الخمس. واضح مولانا؟ زين، خلينا نكمل الآية. يقول فتلقى آدم من ربه تلقى، تعرف باللغة العربية شنو تلقى؟ تلقى تلقي، أخذ الأمر من الأدنى، الأدنى أخذه من الأعلى. شو يقولوا له؟ تلقي. مثلا يجي لك واحد عميد أو لواء يأمر رائد، يقول له ها شو يقول له؟ يقول له سيدي تلقيت الأوامر. تلقيت يعني شنو؟ هذا أخذ الكلام من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، يسمونه التلقي. واضح مولانا؟ يتلقى إذا أجاك أمر من فوق يعني هذا تلقي. واضح مولانا؟ ولهذا الكلمات من نزلت من الله إلى الأدنى اللي هو ياهو آدم عليه السلام، الله أعلى آدم أدنى، سموه مولانا؟ سموه تلقي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تعرفون التوبة شنو؟ التوبة باللغة العربية بمعنى الرجوع. أنا ترى صوتي كلش مطبق، ما أقدر أرفع صوتي، قاعد أحكي برهدنة لأن أنتم منتبهين ومتوجهين، جزاكم الله خير الجزاء، وأنا بعد حاسب عليكم ألف حساب، رحم الله والديكم. فالتوبة باللغة شنو معناها التوبة؟ التوبة بمعنى الرجوع، الرجوع إلى الشيء. يقول فلان تاب إلى البيت، يعني شنو؟ رجع إلى البيت. واضح مولانا؟ فلان تاب إلى المجلس، يعني رجع إلى المجلس باللغة العربية. التوبة، التوبة تصدر من العبد ومن الله، العبد والله. العبد يرجع والله يرجع، بس شنو الفرق بين رجوع العبد ورجوع الله؟ ها؟ نقول إذا قلنا تاب إليه، إذا قلنا العبد توبة من العبد، يعني الرجوع من الذنب، الرجوع من الذنب إلى من؟ إلى الله. إذا العبد تاب يقول أنا تبت، تبت يعني شنو؟ يعني رجعت من الذنب، وين رجعت؟ إلى الله تعالى. واضح حبيبي؟ يسمونها التوبة. إذا قلنا التوبة من الله شنو؟ يعني الرجوع، رجوع الله إلى الرحمة، يعني الله يفيض عليه بالرحمة. كان هذا المذنب كان عاصي، الله قاطع الرحمة منه، هسه من تاب رجع إليه، الله هم رجع له الرحمة، الرجوع إلى الرحمة. واضح مولاي؟ إذن التوبة من العبد والتوبة منين؟ من الله. بس شنو الفرق؟ توجه توجه حبيبي. إذا التوبة صدرت من العبد تتعدى بكلمة إله، وإذا صدرت من الله تتعدى بكلمة على. دققوا بها، هذا حلوة يعني. زين، تقول مثلا تاب إليه، لما يقول تاب إليه العبد له الله، هذا عفية، عفية العبد. ليش؟ لأن كلمة إلى يعني رجع إلى الله، إلى إلى تاب إليه. بس إذا الله شو نقول؟ تاب عليه، ها؟ تاب يعني رجع الرحمة إليه، كان الله قاطع عنا الرحمة، هسه شنو؟ رجع الرحمة إليه. إذا تاب إليه العبد، تاب عليه الله سبحانه وتعالى. زين، فتاب عليه إنه هو التواب، يعني كثير التوبة الرحيم، هم تواب وهم هم رحيم. واضح حبيبي؟ زين، هذه التوبة لما صارت لآدم بسبب هذه الأسماء، جبرائيل رأى آدم يبكي، قال له تبكي يا آدم؟ قال له حبيبي جبرائيل إذا ذكرت هذه الأسماء الطاهرة الأربعة اطمئن قلبي، أربعة قلبي يطمئن، لكن إذا ذكرت الخامس تكن في قلبي حرارة. إن الحسين في قلوب المؤمنين شنو؟ حرارة. ها؟ أنت إذا قلبك يحتر شلون ترتاح؟ ترتاح بالبكاء، بالدموع، تبكي قلبك يرتاح. واضح مولانا؟ قال له حبيبي جبرائيل إذا ذكرت الاسم الخامس تتولد حرارة، تصير حرارة في قلبي، لا أرتاح ولا أطمئن ولا أستقر حتى إذا بكيت، إذا بكيت يرتاح قلبي. قال له هذا الحسين، هذا الحسين ابن بنت نبي آخر الزمان يذبح كما تذبح الشاة. اليوم، اليوم ترى ما يجري على أهل البيت بعد واقعة الطف بعد العاشر أعظم بكثير ما جرى على الحسين عليه السلام.
بعد مذبح الإمام الحسين ماذا صنعوا بهم مولاي؟ الليلة ليلة غربة، ليلة وحشة بعدها، أحرقوا الخيام، وزينب كانت تخرج الأطفال من خيمة إلى خيمة، والنار بأذيالها، متعلقة بأذيالها. أكو واحد يقول أنا ما كنت أصدق من غير مذهبنا، ما كنت أصدق أكاذيب الشيعة يقولون النار بأذيال زينب وزينب لم تحس بالنار. يقول شلون إنسان النار متعلقة بأذياله وثوبه وما يحس بالنار؟ يقول ذاك اليوم احترق بيت شيعي، بيت شيعي احترق قدام عيني، المرة برا واثنين أطفالها بالبيت. هو يقول هذا، يقول هذا سبب تشيعي، واثنين أطفالها بالبيت. يقول رأيت بعيني هاتين أشوف المرأة تدخل بالنار والنار بأذيالها متعلقة تحرق بثيابها وهدومها، وهي مولانا تطلع طفلها الأول ثم رجعت إلى طفلها الآخر ولم تحس بحرق النار أصلا. ها، فتذكرت زينب حيث يقول النار بأذيالها، وتخرج أطفال الحسين من خيمة إلى خيمة ومن مكان إلى مكان. ها، اليوم ماذا جرى بعد؟ أحرقوا الخيام، ها، أحرقوا الخيام على رؤوس الظالمين، يصيح المنادي. قال بعد ثم سلبوا النساء، سلبوا النساء، سلبوا الأطفال. أكو بنية للحسين اسمها فاطمة عندها تراشي أقراط، يقول سلبوها، يقول من سلبوها الدماء سالت، سالت الدماء على خديها، شافت هذا اللي يسلب السلاب يبكي، قلت له اتسلبني وتبكي؟ اليوم اليوم ها ليلة الوحشة، اتسلبني وتبكي؟ قلها ولم لا ابكي وانا اعلم انت بنت الحسين. الله، قلت له اذا تعلم انا بنت الحسين فلماذا تسلبني؟ قالها اذا انا ما اسلبك سياتي غيري يسلبك، فانا اسلبك قبل لا واحد يسلها. الى عين متوجهة ركضت الى البيداء الى الصحراء، ركضتها شافها عدو اخر. الى عين بنية قالت انا بنت الحسين وعندنا قبر في الغري في النجف، سأشكو إليه ما جرى علينا منكم. قالها بني الغري بعيد، النجف بعيدها. قالت له إذن أنا عطشان أريد ماي، صار لي أيام ما شارب ماي. أخذها هذا الرجل إلى الماء، يقول وصلت للماي، ها، وضعت يدها في الماء ولم تشرب الماء. شوف الوفاء كعمي هالعباس، إيه ما شربت الماي. قالها العدو بني لم لا تشربين الماء هذا الماي وانت عطشانة؟ قالت شلون اشرب ومو ينحرم منه. الله الله، شوف الوفاء. شلون شلون اشرب ومو ينحرم منه اولنا ينسمع للحرم ونه. ماذا صنعت فاطمة؟ وضعت كترها في الماء، حملت الماء إلى أبيها الحسين، لأن سمعت أباها ينادي العطش العطش، أنا عطشان وحق جدي رسول الله. الله، شايف البنية الصغيرة شلون ترعب تحن على أبوها، جايبة ماء لأبوها بثوبها جايبها. وصلت إلى أبيها رأت الحسين في تلك الحالة جثة بلا رأس. صعبة صعبة بنية، شوف أبوها، أبوها أبوها اللي يمسح على رأسها ويقعدها بحضنه ويحن عليها جثة بلا رأسها. رأت أباها في تلك الحالة، جلست تقل لأبويا ما قلي يتبت الضيع بعدي، أبويا بعدي يا هيبتي ويا نجم سعدي. الله، يا والدي والله غضيمة، أنا صير من زغريتي. حملتها الحوراء زينب، أرجعتها إلى الخيمة، كل النساء في خيمة واحدة والخيمة ظلمة. اسمع هاي المصيبة ما قاريها قليل، اقرأ المصيبة. الخيمة ظلمة ما تنشاف، يقول والنساء والهاشميات قاعدات وزينب واقفة تنظر للنساء. يقول وإذ قامت سواد من بين النساء، أكو امرأة قامتها
نظرت إليها من هذه السوادة وإذا صوت أنا الرباب سيدتي. اشتردين يا رباب المن قائمة اسمع اسمعها أنا الرباب سيدتي. ماذا تريدين يا رباب؟ قلت لها سيدتي زينب الحسين ودع أخواته وأهله وبناته لكن لم يودعني الحسين. تدرون الرجال شوية يخجل ها يودع زوجته في طريقة يريد يحكي ويا زوجته يخجل من خواته. ودع النساء بأجمعها لكن ما ودعني الحسين. إذا اشتردين يا رباب قالت إجلي لجان الليل قلت بليل أمشت وادع ويا حسين. أروح أودع الحسين بعدها أنا زوجته ما مريت عليها. إجاني الليل إجاني الليل قلت بليل أمشت وأدعو يا حسين. هذا وداع يا زينب لا ساعة ولا يوم. الله الله يقول طلعت طلعت شربت الماء وطلعت الرباب. ظلت تسأل عنها أين ذهبت الرباب. تبعتها زينب الحوراء تتخطى القتلى وصلت إلى جسد الحسين. هاي هالليلة هالليلة شافت الرباب قاعدة يم جسد الحسين. ماذا تصنع يا رباب؟ ايش تسوينها؟ يقول نظرت إليها قالت أنا جاية أرضع ابن ما أشرب ماي. حن قلبي على وليدي سيدتي ما شرب ماي وشربت ماي وعلى نريد وليدها. أنا جاي أرضع ابني لما أشرب ماي ماي أو درن يمت حيدر فدا. يما يا عبد الله يا غالي اش كثر بيك ساغرت الليالي. يقول بدأت زينب الما باش عنايم شي أدري بيها. يقول بكت الحوراء زينب عند الحسين شافت عذر تمشي عند الحسين. بكت زينب بكت زينب بكت زينب ظلت تعاين يمين وشمال. سألتها الرباب سيدتي زينب وين تعاينين أين تبحثين؟ أقولها مولانا حاضر قلبك حاضر قلبك وين زينب تريد تروح ها؟ إيه زين إلى عين صاحتها عباس. الليلة الليلة هاي ها عباس خويا النوم كافي خويا كافي كافي اجيتك للشريعة بجد محافي. الله الله من رخصة السادة زينب حافية حافية تركبها. اجيتك للشريعة بجد محاف شفت زينبها حافية وشفت عبد الله على التربان غاف غافي صحت عمي من نوم العوام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله بالأخص من أوصاني بالدعاء مرضاكم مرضانا إن شاء الله. أي والله جزاكم الله خير. ادعوا لي مرضانا وأدعو لكم أنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعا
بعد مرة بعد مرة. أما يجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف السوء والبلوى، اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، بالأخص من قصدناهم بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم طالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله، وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم. الفاتحة مع الصلوات على جروح.